صحيح. والله هي رانيا كانت تفكر الجمعة اللي فاتت كنا باش نحكيوا على الزهاز، لكن انا افيك ان بو دو ركول قلت علاش ديريكت نوصل هنا للزهاز، مش هي صبية ساعة من الاول وقبلها طفلة وقبلها تولدت وقبلها نعملوا تحضيرات نفاس، دونك باش نبداو من نفاس واحنا طالعين. يلا. يا زيني عايشك من السوري وساقين اللي بالريش، فما اسلوب وقواعد اللي الانسان بها يعيش. توا من قبل حين ونص يحبوا يعرفوا سر الخبية في العود اللي يقولوا ربي خلص وحلك، يقول لك يا اخي عندها وليد ولا عندها بنيه. هو صحيح اللي كو التقدم في العلم عنده مزايا على الصغير وعلم، اما محلاها المستنيه قدام بيت الولاده، والبشاره كي تجيك على غفله، خاطر لحماه تحب على طفل والنسيبه تحب على طفله، والراجل يبدا شايش كاينه في حفله. الحد الهوني لاباس، أما ما تقولوا ليش وينو خنار النفسة وبهرج النفاس. النفاس كان فرحة، وملي تثقل المرأة في الأشهر الأخرى تبدأ التحضيرات والمراسم والمتفرحات، يبدأوا يهيو في النفسة باش تولي أم حنينة صابرة ورزينة. كانوا نفاس بكرة هذاك تابع نسيبة، وكانوا نفاس الثاني راهو تابع لحماء، واللي يجي من بعد هذاك تابع البوه، هكا يعرف أشنو اللي قاعد يستناه. كانوا ناوي زادم يعرف روحه على شنو قاد، وكان عزم بالنية أمه ونسيبته ديجا وراوه الثنية. يحضروا تروسو ويهيوا الروزاتا ويحلوا الحلو وتتفرش الزرابي ويتعلق الريدو، وكان يمام مجدية تحط الصوف والكروشي وتخدم الجيلية والريحية، وكان لزم تنقش الشوكة والحولية. جوهري كان وليد وغبرة كان بنية، يهرسوا لشق وديد بتشيشة من الحشيكم على عينين الحسيد، ويحضروا زلير يحضروا الزرير جرجلين يتهرس حتى يقر زيته ويرتب كل حرير. منفعة للأم وقوة في حليب الصغير، أش علينا توا ما يخلصت النفسة وجاء عرقوب الخير، وما زلنا ما نعرفوش لا غشيرة ولا غشير. خلي المرة الجاية أنا نقول لكم خير، ونجيب لكم كي تروح النفسة أشنو اللي يصير.